السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، عندنا البيع 1965 مرسيدس 600 او مرسيدس 600. السيارة هذه موجودة في امريكا، بامكاننا ان نحن نشحنها الى اي مكان في العالم. في الكثير من الشباب يرسلون لي رسائل يقول لو نحن حصلنا سيارة في أمريكا ونبغي نشتريها شو نسوي أو كيف نتواصل وياهم. نحن يعني كل المطلوب منكم أنك أنت إذا حصلت سيارة ترسل لي رابط مالها، وبعدين نحن نتأكد إذا كانت سيارة فعلا موجودة أو أن إعلان وهمي. في كثير من الأحيان الإعلانات هذه تكون وهمية، وخاصة إذا كانت الأسعار وايد نازلة، لأن معظم أسعار السيارات الكلاسيك أسعارها مرتفعة. ما بشرطنا نحن في دولة الإمارات أو في دول الخليج، أسعار السيارات الكلاسيك كلها مرتفعة. إذا حصلت سيارة كلاسيك وسعرها نازل لازم تحطي مليون علامة استفهام قبل ما تروح وتتواصل مع البايع وتبغي تشتري. وإذا حصلت سيارة كلاسيك سعرها نازل وقال لك أنا بوصلها لك لين الإمارات أو بجيبها لك ودفع لي مبلغ، معنى هذا أنه عملية نصب واضحة. إذا حصلت سيارة كلاسيك وسعرها نازل وتواصلت وياه وجاوبك على طول، وأي حد في أمريكا اتصل له وحاول يتواصل وياه مع البايع وما رد عليه، معنى هذا أنها عملية نصب. عمليات النصب بأشكال مختلفة، الأنواع مختلفة من السيارات، مو بشرط تكون سيارة معينة، لكن لازم الواحد ياخذ حذره. هذه داخلية السيارة من الخلف، لله الحمد السيارة ما شاء الله يعني تعتبر في قمة النظافة في على موديلها. هذه سيارة من الداخل كل القطع اللي فيها موجودة أصلية، العدادات كلها تشتغل بشكل طبيعي، الراديو ايضا شغال، ما يمنع وجود بعض الاعطال او بعض الاشياء اللي تحتاج الى تصليح. هذا محرك السيارة، طبعا محرك 8 سلندر، الجير اوتوماتيك. طبعا السيارة جاهزة للشحن لأي مكان في العالم. اللي حاب السيارة هذه أو أي سيارة ثانية يقدر يتواصل وياي على الأرقام اللي موجودة في الشاشة، بإمكاننا أن نحن نشتري اي سيارة موجودة في امريكا، بامكاننا ان نحن نشحنها الى اي مكان في العالم طالما مسموح الشحن له. شكرا لكم، منصور الحمادي.